الحمد لله رب العالمين ونشهد ان لا اله الا الله ونشهد ان سيدنا محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى اله وصحبه اجمعين موضوع الخطبه اليوم ان شاء الله تعالى الحلال مبين والحرام مبين الله سبحانه وتعالى شرع لنا الاكل الحلال وحثنا عليه حيث قال يا ايها الذين امنوا كُلوا من طيبات ما رزقناكم واشكروا لله ان كنتم اياه تعبدون وقال فكلوا مما رزقكم الله حلالا طيبا واشكروا نعمه الله ان كنتم إياه تعبدون وقال النبي صلى الله عليه وسلم الحال ان الله تعالى لا طيب لا يقبل الا طيبا وان الله امر المؤمنين بما امر به المرسلين فقال تعالى يا ايها الرسل كلوا من الطيبات وعملوا صالحا وقال أيضا يا أيها الذين أمنوا كل من طيبات ما رزقناكم ثم ذكر الرجل يطيل السفر أشعث أخبر يمد يده إلى السماء ويقول يا رب يا رب ومطعمه حرام ومشربه حرام وملبسه حرام وغذي بالحرام فأنا يستجاب له والرسول صلى الله عليه وسلم قال إن الحرار بين وأن الحرام إن الحلال بين وإن الحرام بين وما بينهما متشابهات لا يعلمهن كثير من الناس فمن اتقى الشبهات استبرأ لدينه وعرضه ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن ترتع فيه ألا وإن لكل ملك حمى ألا وإن حمى الله محارمه ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله ألا وهي القلب فينبغي على الإنسان أن يتقي الشبهات براءة لدينه وعرضه وأغذ وأغذ بالأحوط حتى يسعد بالحلال في دنياه وينجو من النيران في أخرى صورة من الصور تحل الحلال كان سيدنا عمر رضي الله عنه قال رجل يدعى عبد الرحمن بن جيح قال نزلت على عمر فكانت له ناقة يحلبها فانطلق غلامه ذات يوم فسقاه لبنا أنكره فقال ويحك من أين لك هذا اللبن قال يا أمير المؤمنين إن الناقة إن فلت عليها ولدها فشربها فخليت لك ناقة من مال الله فقال ويحك تسقيني نارا واستحل ذلك اللبن من بعض الناس فقيل هو لك حلال يا امير المؤمنين ولحومها ولحمها فهذا مثل من ورع امير المؤمنين حيث خشى من عذاب الله جل وعلا لما شرب ذلك اللبن مع انه لم يتعمد ذلك ولم تطمئن نفسه الا بعد ان استحل ذلك من بعض كبار الصحابه الذين يمثلون المسلمين في ذلك الامر. بل انظر كيف فرق بحلاوة ايمانه ومذاقه بين طعم الحلال وبين ما فيه شبهة مثل اخر لسيدنا علي رضي الله عنه مثل اخر لسيدنا علي رضي الله عنه يوضح لنا بالحلال والحرام روي ان علي رضي الله عنه دخل مسجد الكوفة فأعطى غلاما دابته حتى يصلي فلما فرغ من صلاته أخرج دينارا ليعطيه الغلام فوجده قد أخذ خطام الدابة وانصرف فأرسل رجلا ليشتري له خطاما بدينار فاشترى له الخطام ثم أتى فلما رآه علي رضي الله عنه قال سبحان الله إنه خطام دبتي فقال الرجل اشتريته من غلام بدينار فقال علي رضي الله عنه سبحان الله أردت أن أعطيه إياه حلالا فأبى إلا أن يأخذه حراما. فالسارق رزقه كان سيأتيه عن طريق الحلال ولكنه تعجل بطريق الحرام. والمرتشي رزقه كان سيأتيه عن طريق الحلال ولكنه تعجل بطريق الحرام. والذي حصل على وظيفة بالوساطة والمحسوبية رزقه كان سيأتيه عن طريق الحلال. فيجب علينا إخوة الإسلام أن نتحرى الحلال وأن نبتعد عن الحرام. هنتكلم الرسول صلى الله عليه وسلم قال أيضا من أكل طيبا وعمل في سنة وأمن الناس بوائقه دخل الجنة. لذلك كانت المرأة قديما توصي زوجها حين خروجه من بيته قائلة يا هذا اتق الله في رزقنا ولا تطعمنا حراما فإنا نصبر على الجوع ولا نصبر على النار. هذه بعض الامثله ايام رسول الله صلى الله عليه وسلم، اما بقى نضرب بعض الامثله التي حدثت في العصر العصر الحالي. رجل مات رجل كان له ثلاثه اشقاء توفى هذا الرجل توفى هذا الرجل وترك ابنا واحدا. وكان هذا الولد طفل صغير فعندما قسم الاخوة الميراثهم فأعطوا لهذا اليتيم مكانا فيه بركة ماء لا تصلح هذه الارض للزراعة او اي شيء وهذه الارض كانت متروكة لا تزرع الام الحكيمه الام الصابره وافقت على اخذ هذه القطعه الارض ثم اخذت بيتها كان هذا البيت صغير جلست فيه ولكنها انشات هذا الطفل لكي يكون رجلا من صغره علمته كافه انواع الحرف تاره يذهب لكي يحصد القمح في موسم حصاد القمح وتاره يجلس مع بناء وحداد حرفا مختلفه حتى شب هذا الصبي وصار شابا هذا الولد أصبح معروفا في أهل بلدته، بلدته وكان يذهب إلى السوق البهائم، وامتهن هذه المهنة حتى عُرف بين الناس بفصاحته وشهامته وتقواه ومعاملاته مع الناس. وتاجر في البهائم حتى فتح الله سبحانه وتعالى عليه هذا الشاب اصبح ثريا في بلدته ثريا في بلدته فقام ببناء قطعه الارض البوره عماره شاهقه اسفلها محلات هذه المحلات قام بتاجيرها واخذ منها عائدا كبيرا بخلاف الشقق التي كان يستاجرها ذات دارت الايام ما الذي حدث؟ اعمامه الذين ظلموه وعطوه هذه الارض البور ماتوا جميعا وخرج اولاده من بعدهم يبيعون قطعه الارض قطعه قطعه باعوا اراضيهم قطعه قطعه حتى انهم باعوا بيوتهم التي كانوا يجلسون فيها واصبحوا يذهبون كعمال بناء خلف البنا وخلف الحداد المسلح وغيرهم حتى ياكلوا قوتهم وقوت اولادهم فهذا هو حصاد ما فعل اباءهم بهم القصة الثانية قصة شاب شه في إحدى قرى الفيوم هذا الشاب كان غنيا وكان معروف بين أهل قريته بأنه رجل يصلح بين الناس فقامت مشاجرة بين بعضهم بين رجل ورجل على خلاف على جرف في الأرض الزراعية فقام بأحدهم بإطلاق النار فأصابت هذا الشاب الذي ذهب لكي يصلح بينهم ومات هذا الشاب وكان متزوجا من امرأة أنجبت له ثلاث بنات هذه المراه كانت تعرف تمام المعرفه ان اولاد عم كان هذا الشاب له شقيق واحد ولد واحد شقيق واحد خرج ولم يعد خرج خارج البلاد خارج مصر ولم يعد منذ فتره طويله ولا احد يعرف اخبار فتدخل اولاد عمومته وقالوا لهذه الزوجه الارمله عليك ان تذهبي الى اهلك وسنرسل لك ايراد الارض عندما يحين وقتها فاحست منهم الغدر واخذوا منزلها وارضها فهي عندما علمت بالاحساس قامت بوضع مبالغ من المال هذا المال تركه زوجها المتوفي وصيغتها في ملابسها وملابس اولادها وخرجت ولم تذهب الى الى القاهره كما طلبوا منها وجاءت الى منطقه شعبيه ببندر الفيوم واشترت منزلا صغيرا أه كان هذا المنزل دورين اثنين الدور الاول جعلته مكانا وضعت فيه ماكينه خياطه مستعمله تخيط لاهل منطقتها والدور الثاني كانوا يقنطون فيها هي وبناتها وكانت تعمل بعض المأكولات لأهل المنطقة، وتعمل لهم بعض ملايات السرير، وترميم الملابس النسائية وغيرها. وكانت حافظة على الصلوات الخمس، بل أنها كانت تقيم الليل ذات ليلة سمعت جارتها بكاءها ليلا ونجيح ونجي نحيبها وبكاءها أثناء قيامها لليل فذهبت إليها بعد أن انشق النهار انشق النهار فقالت لها يا بنيتي ماذا بك كنت تبكي بكاء شديدا وتدعو الله سبحانه وتعالى ماذا بك فحكت فقصت لها القصة وطلبت منها ألا يعرف أحدا قصتها شب البنات وكبرت ودخلوا جميعا كليات الطب وتخرجوا منها وتزوجن جاء الأخ من الخارج يبحث عن شقيقه ذهب الى بلدته فقالوا ان شقيقه مات بطلق ناري وهو شاب وترك ثلاث بنات وهم لا يعرفون مكانهم سال عن ابناء عمومته قالوا انهم ماتوا جميعا وباعوا اراضيهم وحتى ان المكان الذي دفنوا فيه بيع ايضا ولا يوجد لهم أثرا في بلدتهم ظل يبحث حتى وصل إلى أبناء شقيقه إلى بناتهم وإلى زوجته وبكى لأنه علم ما حدث لهم ودعا الله سبحانه وتعالى لزوجة شقيقه وقال لها لقد أخذ الله حقك بأن هؤلاء الظلمة باعوا جميع الأرض حتى أرضي وأرض شقيق باعوها ظلما وعدوانا ولم يعرفوا الحلال أخذ الحرام أخذ الحلال هذا ما أردت أن أقوله لكم عن الحلال والحرام حتى يتعظ الناس ويعلموا أن الحلال بين والحرام بين وما بينهما من أمور متشابهات فيجب علينا أن نأخذ بالحلال لأن الحلال إذا دخل عليه الحرام أخذه أخذا وبيعا أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم حلو الكلام ده